استاذ هيثم محمدين، دلوقتي في سؤال بيطرح في الميدان طول الوقت، فين الطبقه العامله من الحركه في التحرير؟ ليه العمال ما اتحركوش؟ فردك ايه على الكلام ده؟ هو يعني اولا هو مطالب العمال غايبه عن مطالب ميدان التحرير، وكانت غايبه عنه طول الوقت باستثناء اعتصام 8 يوليو اللي كان العمال اللي عندهم خيام وعندهم اماكن معتصمين فيها في الميدان هم كانوا رافعين مطالبهم الخاصة متعلقة بها الحريات النقابية والحد الأدنى للوظيفة. لكن في سلبية موجودة إنه في الوقت اللي بتحرك فيه الطبقة العاملة وبقوة وبعنف كان بيغيب عنها معظم الكتل الشبابية الثورية والحركات السياسية، وكان جزء كبير برضه من الحركة السياسية المصرية بيدين الاضرابات العمالية وبيقف ضدها. فالحركة العمالية موجودة بقوة لكن على طريقتها الخاصة. يمكن شباب التحرير والقوى الثورية بتتحرك أكثر في شكل تظاهرات، العمال بيتحركوا من جوه قلاعهم من جوه المصانع وبيدخلوا في إضرابات، وده كان حاصل في سبتمبر في أكبر موجة إضرابية بعد الثورة ويمكن في تاريخ مصر الحديث. لاحظنا إنه كان في غياب كبير للقوى السياسية عن الاشتباك والتلاحم مع هذه الحركة الإضرابية العنيفة اللي أعتقد هزت المجلس العسكري وهزت الحكومة ويمكن اسقطت شرعيه الحكومه الى حد كبير لانها فشلت في التعامل معها، واعتقد ان ضربه ماسبيرو كانت موجهه للحاله الاضعف. يعني ضرب الاقباط في 9 اكتوبر كان لتخويف الحركه العماليه اللي كانت ماشيه بشكل زي القطر في حركه اضرابيه. المطلوب في الفتره اللي جايه هو انه رفع مطالب الحركة العمالية في ميدان التحرير تصدر المشهد بجانب المطالب السياسية، وفي نفس الوقت مطلوب من القوى الشبابية اللي هي أكثر نشاطا وعندها المساحة للحركة والتفاعل ان هي تتفاعل فعلا مع حركة الطبقة العاملة ومع اضراباتها. ده هيخلق صلة ما بين الحركتين وده اللي ممكن نقدر ننتصر بيه في الفترة اللي جاية. طب بالنسبة للحركة العمالية والانتخابات، لا اعتقد ان الحركه العماليه غايبه تماما عن الانتخابات بحكم انه قواعد اللعبه الانتخابيه في مصر بالاساس هي لعبه رجال الاعمال والاحزاب اللي عندها فلوس. ما اعتقدش ان في حد من القيادات العماليه عنده القدره ان هو ينافس في انتخابات برلمانيه. الحاجه الثانيه انه بيغيب طبعا حزب الطبقه العامله، الحزب القوي اللي عبر عن الطبقه العامله ويقدر يدفع بيه عناصر من قيادات الحركة العمالية للفوز في البرلمان أو حتى إن هو يخوض معركة قوية، وإن كان في محاولات في بعض الدوائر زي السويس والمحلة واسكندرية من بعض القيادات وفي المنوفية إن هم يدخلوا المعركة الانتخابية، لكن طبعا هي محاولات يعني ضعيفة شوية مش باينة في وسط معركة الانتخابية اللي التنافس فيها ما بين التيار الاسلامي والتيار الليبرالي وكلاهما بيمتلك من الاموال كتير جدا، يعني اكبر بكتير من امكانيات قيادات الحركه العماليه. طب بالنسبه لتاثير الانتخابات على حركه الاضرابات، يمكن شويه في الفتره اللي بيتم فيها الانتخابات هيبقى في حاله هدوء في الحركه العماليه، لكن اعتقد انه بعد انتهاء الانتخابات البرلمانيه وبعد تشكيل الحكومه الجديده هتشهد مصر حركه احتجاجيه اجتماعيه، العمال بالاساس هيقودوها في الفتره اللي جايه لانه الحكومه والبرلمان مش هيقدموا شيء ومش هيلبوا مطالب الحركه العماليه اللي اترفعت من 2006 لحد دلوقتي اقلها يعني الحد الادنى للاجور والحد الاقصى، لان هي طبعا حكومه هتبقى بتعبر عن التركيبه السياسيه اللي هتبقى في البرلمان او المصالح خاصة بها المجلس العسكري والسلطات التنفيذية في الدولة. وبالتالي الحركة العمالية اللي طول الوقت كانوا بيطلبوا منها الهدوء والانتظار حتى تستقر الأمور وحتى يتم تدبير الأموال صبرت كتير، مش هتصبر تاني بعد الانتخابات البرلمانية وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، وهتتحرك للمطالبة بالمطالب بتاعتها، وده اعتقد هيبقى بشكل واسع جدا وفي قطاعات مهمه من القطاعات العماليه في مصر. شكرا يا سيدي.